معنا هاتفيا من عمان أكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكويسي. مرحبا بك دكتورة هدى، بكيف ترين أداء الحكومة في ملف إعادة الإعمار وإلى ما ترجعين تأخر الإنجاز في هذا الملف؟ دكتورة هدى بالكويسي، هل أنت معنا؟ ألو نعم، ألو نعم، ممكن إعادة السؤال؟ نعم، لأن الصوت كان مو واضح. نعم، كيف ترين أداء الحكومة في ملف إعادة الإعمار في العراق وإلى ما ترجعين تأخر الإنجاز في هذا الملف؟ نعم، مساء الخير عليكم. في الحقيقة يعني مثل ما أيضا ذكرتوا في تقريركم أنه عدم وجود رؤية اقتصادية، وعني بهذه الرؤية الاقتصادية إن الحكومة المنتخبة الجديدة من 2018 الشهر العاشر إلى يومنا هذا لم تكن لها رؤية اقتصادية واضحة، بالرغم من وجود برنامج حكومي للسيد عادل عبد المهدي، ولكن هذه الرؤية الاقتصادية كما وصفها الجميع وكما وصفتها التقارير الدولية هي ذو نظرة قصيرة الأمد، وبالتالي فهي لا تتناول الاقتصاد العراقي لفترة طويلة. هذا كله أثر من جانبين، من جانب الأول كان تأثير الأول هو الموازنة العراقية في 2019 كيف هي كانت، كان هذا التأثير إلى أنه الإنفاق والرواتب وكل مشمولات الدولة في القطاع العام والإنفاق بشكل عام كان حوالي 52 مليار دولار، وبالنتيجة الاستثمار كان 27 مليار دولار. هاتين الفقرتين كان لها تأثير كبير في إعادة إعمار العراق، لأن أنت ليس لديك الآن في الموازنة تخصيصات تستطيع أن تستخدمها بحيث تستطيع إعمار هذه المدن التي هي أساسا هي مهدمة بشكل كامل، وبالتالي لا يوجد فيها مرفق جيد أو يمكن الاعتماد عليه. وكل هذا أدى إلى أنه برامج الإعمار بشكل عام أكيد انسابت فساد، وأكيد كانت هنالك مشاكل اقتصادية حال بقية مرافق الاقتصادية للعراق. فعلى سبيل المثال اللجنة المتقصية، وكما ذكرتم أيضا في تقريركم في البداية عن موصل، كان هنالك مثلا على سبيل المثال 76 مليار دينار عراقي لم يعني يحددوا أول بادئ أمر أين ذهبت. ثاني حددت أنها تحت وضعت تحت حساب شخصي لشخص ما، وبالتالي تم سحبها، ولكن نتيجة للتحقيقات كانت لا زالت جارية. هذا التقرير في نيسان 2019. الفساد هو أبرز هذه الأسباب، وكما ذكر أيضا مركز كارينجي في تقرير له، ذكر أن الفساد والصراعات الحزبية ساهما بتأخر أعمال الإعمار. كيف ترين هذه الأسباب أيضا، الصراعات الحزبية التي ذكرها مركز كارينجي؟ نعم 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 صحيح. أيضا أنه هذا النفوذ السياسي والاقتصادي الذي نراه من 2003 إلى يومنا هذا جذر العملية السياسية، وبالتالي أيضا هذا انطبع على الاقتصاد بشكل عام. يعني بمعنى أن المجموعة السياسية التي تحكم العراق من 2003 إلى الآن هي ذاتها، فقط تغيير في الوجوه، ولكن هم أحزاب، هم ذاتهم الذين جاءوا بالعملية السياسية من 2003 إلى الآن. لذلك هؤلاء من وجهة نظرهم الأفضل لهم أن يكونوا في موقع الدولة بشكل أو بآخر موزعة بين الأفراد الموجودة في أحزابهم، كي يتم المحافظة على كل العملية السياسية والاقتصادية بشكل عام. وبالتالي سنلاحظ أن كل ما يتم أو كل ما يخصص من إعمار للمدن اللي هي مهدمة لن يكون ذات نسبة جيدة أو ذات مقدار جيد. نعم دكتورة يعني هدى، أيضا كيف تقرأين في هذا السياق تزايد ظاهرة شراء رجال أعمال لأراض وعقارات بأعداد كبيرة في المناطق المستعادة؟ نعم، أيضا هذه جزء من هذه المشكلة التي نعاني منها، وبالتالي يعني حتى تقرير دولي صدر في باقية الملكية في العراق كانت ذات نسبة متدنية جدا، هذه يعني أي لا توجد هنالك مصداقية، وبالتالي أن الملكية بالنسبة للأراضي وللعقارات وإلى آخره أخذت نسبة متدنية جدا أقل من 20%، وهذا يعني يدل على أنه أيضا لدينا مشكلة كبيرة في كيفية حفظ كل ممتلكات الدولة والأفراد
بشكل خاص، بحيث يجب أن يعني يستطيع كل طالب ذي حق أن يحصل على حقه. هذا أيضا كله ينصب على رؤية الإعمار والفساد في الإعمار، وبالتالي ما تم تخطيطه في موازنة الدولة في 2019 على كل المدن. ذكرتم في تقريركم عن الأنبار، قد يكون أيضا من المفيد أن نذكر عن الموصل. الموصل تم تخصيص لها 560 مليون دولار لإعادة الإعمار، وبالتالي هذا المبلغ هو ليس بشيء على ما وصلت إليه موصل كما نعلم جميعا. حتى مفتش الأمم المتحدة بهذا الصدد يشير إلى أنه كان لابد أن يكون هذا المبلغ أكبر من هذا، لأنه في السنة الواحدة كلفت إعادة إعمار موصل بعض مرافقها مليار و800 مليون دولار، فكيف يحدد هذا الرقم؟ نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات دكتورة هدى فالح الكوبيسي، الباحثة الأكاديمية الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية.